طبعا، وعايزين نتوقف امام ده شويه تفاصيل. يعني التعاون الثلاثي ما بين الدول الثلاث اللي اخذ، اللي هو طبعا مصر والاردن والعراق، اللي اخذ مسار اكثر عمقا خلال الفتره اللي فاتت، وبقى في تنسيق طبعا اكبر على مختلف القضايا اللي ليها يعني اهتمام ومصالح مشتركه، سواء كان سياسيا اقتصاديا عسكريا. كلمنا بتفاصيل اكثر استاذ عبد الحليم عن هذا التعاون الاستراتيجي بين الثلاث دول، الهدف منه ايه؟ ممكن يوصلنا او يحقق لنا ايه؟ وصلنا لما كنا نحلم به دائما. احنا طول الوقت من نشأة جامعة الدول العربية ونحن نتكلم عن عالم عربي وعن وحدة عربية. آن الأوان، هذا واحد من المداخل الوظيفية إنجاز التعبير لتجسيد فكرة الوحدة أو التكامل على الأرض، لأنه لا بد من بناء بنية تحتية مرتبطة بين هذه الدول. طبعا من المعروف ان هناك بنيه تحتيه مرتبطه جزئيا بالاردن من وقت طويل، اللي هو توريدات الغاز او توريدات الكهرباء، الربط بشبكه الكهرباء. من المعروف ان مصر الان لديها فائض كهربائي هائل جدا، يعني لديها مع العام القادم مثلا، انت بتكلمي عن انه بلد قفز بانتاجه الكهربائي الى ضعف احتياجاته، يعني الى 60,000 ميجا وات، بعد ما كان كل الأمل أن يصل إلى 30,000 ميجا وات. وطبعا الأمر مستطرد سواء في الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطاقة حتى النووية مع مشروع الضبعة أو أشكال المحطات الحرارية وغيرها. طبعا أنت عشان تتكلم عن ربط كهربائي، العراق يحتاج إلى أن يرتبط كهربائيا بمصر، وبالمناسبة عاوز أفتح قوس، لبنان يحتاج إلى أن يرتبط كهربائيا مع مصر، لأن فكرة الطاقة وفكرة الكهرباء مشكلة كبيرة جدا في لبنان. بيدفعوا الحكومة وبيدفعوا لأصحاب المولدات، والكهرباء ما بتجيش غير ساعات محدودة في اليوم، وتركيا بتبعت لهم بواخر بشحنات كهربية. انت أولى طبعا بهذا طبعا الكلام أصلا، لأنه انت لما تيجي تفاجأ وتقولي أصل الدولة دي بتلعب في الدولة الفلانية، ما انت ما هو في النهاية الحياة لا تعرف الفراغ، كل فراغ انت تتركه خلفك يحتل غيرك. وانت هنا لا تقدم هبة ولا إحسانا، انت بتعامل تعامل اقتصادي، يعني تأخذ عوائده، بس أولوياتك فين؟ أولوياتنا السودان بس كمان لبنان، والعراق يحتاج إلى ربط كهربي بمصر، لأنه رغم أن العراق بلد غني جدا بتروليا بإنتاج البترولي، لكن مش كل شيء وجود المادة الخام في معامل تكرير وفي صناعة البن وفي غيره، أنت مؤهل لان انت تعمل ده اكتر من اي بلد اخر في المنطقه. حتى لا نبكي كل فتره ونقول وايران وتوحشت، انت في النهايه سمعه مصر كمان، خد بالك في هذا الجزء من العالم العربي، يعني مصر هي البلد الوحيد الكبير في العالم العربي الذي لا يستقبل بريبه في لدى اي طائفه من نثار الطوائف الممزقه في المشرق العربي عموما، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان، طبعا الأردن ما فيهوش طوائف، فدي الفكرة. فأنت على هذا الأساس بتبني العلاقة، بتبني قواعد لهذه العلاقات. فزي ما قلت، من الكهرباء إلى الإسكان إلى البترول إلى استعادة عقل الدولة وكوادر. أنت محتاج لديك عدد هائل من الكوادر. طب القمم الثلاثية بين زعماء الدول الثلاثة زي سهمت، يكفي أن أذكر فقط بأنه العراق حتى الآن بعد مرور 17 سنة على غزو الأمريكي للعراق، ما فيش تعداد للسكان، لا زالوا يعتمدون لما يدخلوا على مواسم الانتخابات على تعداد بطاقات التموين التي كان أصدرها صدام حسين. يعني فأنت من هنا جت فكرة ما أشارت إليه السيدة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط في لقائها مع الوفد العراقي عن فكرة الاستعانة بخبرات الإحصاء المصري. تمام.